قدم لمحمد اكثر مما تعذبهم على دينهم. الى ما رميت يا ابو عمارة؟ رميت الى انك تعذبهم بغضا ببني هاشم وطمعا بسيادة قريش اكثر مما تعذبهم على دينهم. هؤلاء بشر مستضعفون يا ابا الحكم. موالي وانا حر بهم. اضرب. أكاد أختنق. ومن قال لك أني سأتركك قبل أن تختنق أو تكفر بدين محمد؟ لن أفعل. وأنا لن أتركك. أبا عمارة، أما تنتهي يا نوفل؟ اسمع يا أبا عمارة، إنكم تمنعون عنا بني هاشم، فمن أسلم منهم فهو في منع، فدعوا لنا أبناءنا. ولكن الزبير بن أخت صفية ولن أدعه بين يديك وأنت أشرس خلق الله. لن أدعه يا أبا عمارة، واللاتي إني لأكره خصامك. ليس إلى هذا الحد يا نوفل، لم أؤمن بما جاء به محمد، ولكن ما تفعلونه ينم عن قسوة لا تنصف. حسد يا قريش. زبير، أنت أسد من نسل أسود. إذاهما تبرزا يا أمنا. حد يقتل عمك خالد. اركض، لابد أن ألقاك ذات يوم. أحد يا لكم كم تتحملون يا آل ياسر. حقا ستبقى هكذا إلى أن تموت أو تعبد اللات والعزى. ستموت، ستموت أنت وامرأتك وولدك عمار، أو تكفر بمحمد وتجهر باللات والعزى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سأخذلك، سأخذلك. سينتقم منك ربك. نعم، سينتقم منك ربك. ماذا قلت؟ ويحكي أسلم محمدا ودين محمد. لن أفعل. ستموتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح.